هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل طلابي طلاب الصف الاول الابتدائي، مكملين مع بعض منهج كونكت. النهارده هناخد ليسون يونت 3 ليسون 1. نشوف مع بعض عنوان اليونت. التايتل عندي العنوان ماي سكول باج. يلا نفصص العنوان ونعرف معناه ايه. ماي معناها حاجة ملكي، حاجة تخصني، حاجة بتاعتي. سكول مدرسة، باج شنطة، ماي سكول باج شنطتي المدرسية. يلا نشوف ايه اللي في الشنطة المدرسية. زي ما احنا متعودين اول ليسون في كل يونت بيبقى عبارة عن فوكابلري كلمات جديدة و listening and speaking، وبيبقى عبارة عن conversation بنسمع وبنتحدث وبنقول نفس اللي بيقولوه. المحادثة اصلا يا ولاد، المحادثة يعني ايه؟ عشان انتوا لسه في اول سنة، المحادثة يعني حوار بين اتنين او اكتر، بين شخصين، اتنين بيتكلموا مع بعض، حد بيتكلم والتاني بيرد عليه، او اكتر من اتنين. طيب تعالوا نشوف الحوار ده. الحوار ده بين طلبة في الفصل، بين طلبة في الفصل، خلاص، بين البنتين دول قاعدين في الديسك وبيتكلموا مع بعض. البنت بتسأل والبنت دي بترد عليها، والبنتين التانيين برضو في ديسك تاني وبتسأل وبترد عليها. تعالوا نشوف بيقولوا ايه. يلا بصوا اسمعوا كويس، اسمعوا وربيت افتر مي، يعني رددوا ورايا الجمل اللي هقولها. What is this؟ البنت هنا مسكة قلم ورصاص وبتسأل صاحبتها اللي قاعدة جنبها وبتقول لها What is this؟ What is this؟ ما هذا؟ فالبنت ردت عليها وقالت لها It's a pencil. It's a pencil. إنه قلم رصاص. يلا نقول تاني What is this؟ It's a pencil. What is this؟ It's a pencil. البنتين التانيين، البنت بتشاور على المقلمة وبتقول لها What is this? What is this? البنت قالت لها It's a pencil case. It's a pencil case. إنها مقلمة. تمام؟ ده درسنا. طيب تعالوا نطلع منه الكلمات ولا نطلع منه الجرامر؟ تعالوا نطلع منه الكلمات الأول. يلا نشوف. بصوا كده، هو اول حاجة احنا قلنا شنطتي المدرسية. هي شنطة يعني ايه؟ شنطة يعني ايه؟ باج شنطة، باج شنطة، باج. تمام؟ بصوا كده يلا نكتبها مع بعض. زي ما احنا عارفين حرف البي، دي بي خفيفة، بي، بعدها الاي مد الالف، با ا حرف الاي، باج حرف الجي، الجي هنا حرف الجيم بالعربي، باج شنطه. شنطه يعني ايه؟ باج شنطه، باج. تمام؟ طيب بصوا كده تعالوا نحل عليها عشان نمشي كلمه كلمه. معلش انا حلة لان انا كنت صورت الفيديو ووعدته تاني عشان برضو حصلت مشكلة في تصوير. معلش بصوا كده الصورة دي اهي، الشنطة اهي، شنطة اهي، شنطة يعني ايه؟ باج. تمام؟ بصوا لو قال لي ماتش وصل اهي، صورة الشنطة، صورة الشنطة بايه؟ فين الكلمة بتاعتها؟ اهي باج، باج. تمام؟ بصوا هنا لو قال لي circle the picture، حط دايرة حول الصورة الصح، كلمة هنا كلمة ايه؟ باج. فين الصورة الصح؟ اهي شنطة. تمام؟ عشان احفظها اكتر لو انا عملتها لكم كده، خبيت دي وعملت كده A B G. ها
ها يلا رتبوها. ب ب ب اول صوت حرف ايه؟ بي. ب مد الالف ايه؟ باج. جي شنطه باج. شنطه باج تمام. طيب الكلمه الثانيه اللي بعد كده كلمه قلم جاف. بن بن. خدوا بالكم بين البي دي والبي دي. البي دي نطقتها ازاي؟ باج. طب دي بن. بن ضغطت على البي، اضغط على البي شويه عشان البي دي بي سترونج كده بتطلع قويه. بن بن تمام. قلم جاف يعني بن. قلم جاف بن تمام. طيب بصوا معايا اهو، لو قال لي look and circle بص للصورة وحط دايرة على الكلمة الصح، ده قلم قلم جاف. pencil ولا pen؟ ها pen تمام. حط السيركل على البن. بصوا هنا كمان على circle the picture، مديني الكلمة pen واحط الدايرة على الصورة الصح اهي، pen بالصورة الصح تمام. pen ماشي يا ولاد، بصوا كده اهي ب ب بن 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 تمام. طيب الكلمة الثالثة عندي اهي، بصوا كده قلم رصاص. بنسل بنسل بنسل. تعالوا نشوف بنكتبها ازاي. بصوا كده مش ادي بن اهي، هنقل هنقل نفس كلمة بن. ب ب بي بي سترونج بي تقيلة. اي بن ان بنسل اهي، يبقى بنسل زيادة عن بن بايه؟ تلات حروف دول بنسل بنسل. اقسم الكلمة المقاطع، لو الكلمة كبيرة شوية حاسسها طويلة عليا زي في العربي كده، ما بقسم الكلمة لمقاطع. بنسل 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 قلم رصاص. بنسل قلم رصاص. بصوا هنا اهو قلم رصاص. بنسل قلم رصاص بنسل. لما يقول لي ماتش صورة القلم اهو، ووصلتها بايه؟ بكلمة بنسل تمام. خلاص طيب بصوا هنا بقى الكلمة اللي بعد كده كلمة ايه؟ مسطرة. يعني ايه مسطرة؟ رولر رولر اهي مسطرة. رولر 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 مسطرة رولر تمام. بصوا برضو مقاطع اهي، بصوا اصوات الكلمة رو ار يو لر ال اي ار. رولر مسطرة رولر مسطرة. مسطرة يعني ايه؟ رولر. رولر يعني ايه؟ مسطرة. بصوا كده اهي look and circle، بص للصورة وحط دايرة على الكلمة الصح اهي، صورة مسطرة. تبقى رولر ولا باج؟ رولر صح. طيب بصوا كده circle the picture، الكلمة قدامك رولر، حط circle دايرة على الصورة الصح اهي رولر تمام. طيب الكلمة اللي بعد كده بقى بصوا خدوا بالكم ايه هي؟ مقلمة. ايه ده المقلمة اللي انا بحط فيها الحاجات اسمها ايه؟ ايه ده بنسل زي القلم الرصاص؟ الكلمة التانية تتكون من كلمتين بنسل كيس. بنسل كيس. السي هنا اتنطقت حرف ايه؟ الكي. طب والسي اللي في بنسل؟ السين. خدوا بالكم ارجعوا الفيديوهات نطق الحروف وهتعرفوا قاعدة حرف السي. بنسل كيس بنسل كيس. ساعات السي بتتنطق، السي في الانجليش عندي حرف السي بيتنطق بصوتين، بصوت حرف السي وبصوت حرف الكي. بعرف ازاي؟ في قاعدة معينة بس احنا عشان لسه صغيرين هنعرف بحفظ الكلمات تمام. بنسل كيس مقلمة. بنسل كيس مقلمة بعملها ازاي؟ اهي بكتب بنسل قلم رصاص. بن سل كيس.
انا عشان لازم تتكتب في سطر واحد عشان هي كلمة واحدة. بن سل كيس اهو، ايه ايه مد الالف كيس، بنسل كيس، مقلمة بنسل كيس مقلمة. طيب هنا بصوا كده ماتش، وصل اهي كلمة بنسل كيس، وصلتها بايه؟ بصورة المقلمة، بصورة المقلمة. تمام، وهنا هنلونها في السؤال ده. طيب الكلمة اللي بعد كده بقى، بصوا الكلمة دي ايه اهي، براية، براية، براية يعني ايه؟ شاربينر، شاربينر، دي كلمة طويلة. ماشي، هنعملها ايه؟ الاس اتش حرف الايه، ها الشين، الاس اتش حرف الايه، الشين. زي ما قلنا في حروف كتيره في العربي مش بنلاقيها في اللغه الانجليزيه، فعلشان كده بنعمل ايه، بنحط حرفين جنب بعض وبيدوني صوت الحرف، حرفين جنب بعض بيدوني صوت الحرف. فعلشان كده اهو يعني الاس اتش مع بعض بيديني حرف الشين، حرف الشين. يعني زي انا اسمي شيرين اهو، اس اتش شين، شا شا شا، الاس اتش لما بيجي مع بعض بيديني حرف الشين. طيب تعالوا نشوف انتوا اللي هتملوها لي بقى اكتبها ازاي. شا شا ها ايه، شا ر، شا مد الالف حرف الايه، شار ب ب، بن اهي كأن بن، قلم جاف، ار، هقسمها ثلاث مقاطع، تعالوا كده نكتبها، شار مقطع، بن مقطع تاني، ار، شاربينر، شاربينر براية، شاربينر براية، شاربينر براية. يبقى براية يعني ايه؟ شاربينر، شاربينر. تمام، حتى لو الكلمة طويلة بقسمها المقاطع بعرفها كأنها شار وبن وإي آر. تمام، يبقى براية يعني إيه؟ شاربينر. طيب طبعا برضو هنا هنشوف أهي في لوك أند سيركل، بص للصورة وحط السيركل على الكلمة الصح، بنسل كيس ولا شاربينر؟ طبعا براية يعني شاربينر. خلاص تمام، كده عرفنا الكلمات، تعالوا نقولهم تاني وريبيت أفتر مي بقى، قولوا ورايا. بصوا معايا، شنطة باج، شنطة باج، باج شنطة، قلم جاف بن، بن، قلم رصاص بنسل، بنسل، مقلمة بنسل كيس، بنسل كيس، مسطرة رولر، مسطرة رولر، براية شاربينر، شاربينر. طيب تعالوا بقى نشوف الجرامر، الجرامر هنا ايه؟ بصوا يا ولاد، لو انا هنا قلت خدت بالي في الكونفرسيشن اللي عندي، في المحادثه اللي عندي، سال بوات از ذس، بصوا كده وات، وات معناها ايه؟ وات معناها ما او ماذا، بسال بيها عن الاشياء، وات معناها ما او ماذا، بسأل بيها عن الأشياء. لما بسأل عن شيء غير عاقل، ماشي، جماد أو حيوان، بسأل عنه بوات، وات. طيب يبقى وات معناها ما أو ماذا. طيب هنا وات إز ذيس، هو أنا جبت إز ليه؟ إيش معنى إز؟ طب ما دي وات أداة استفهام، ينفع أجيب بعدها أي حاجة؟ لا، عشان ذيس. إز جت ليه؟ عشان ذيس، عشان إحنا خدنا قبل كده إن ذيس صاحبتها is، this لازم تيجي معاها is، is. تمام، what is this؟ عشان كده بصوا كده، لو في السؤال ده لو قال لي تشوز اختار، ينفع اقول what is ولا are this؟ هاي هختار ايه؟ اقفل كده الكتاب عشان الصورة تبقى ايه مركزين. هقول هنا what is ولا are، وفي هنا this، هختار ايه؟ استنوا كده، what، what ينفع يجي معاها is و are، بس اشوف بعد الايه، براكتس، بعد الاقواس اللي عندي، في ذيس، انت ذيس، خلاص ده انت على طول صاحبتك مين؟ از على طول، يبقى لازم اختار از،
وانطقها what is this what is this ما هذا. هلاحظ ان هنا اختصار في الكتاب كان كاتبها لي كده what والاختصار بتاع is بقول للاي مش عايزاكي وبحط بدالك ابوستروفي وانزل الاس يبقى what تتنطق ازاي what what's this what is this what is this what's this خلاص. طيب هنا ايه بقى لما بجاوب عن السؤال سؤال what is this what this what is this ما هذا بسأل عنه بإيه بسأل عنه بإيه بسأل عنه ب it is و a واسم الحاجة. طب هو أنا شمعنا قلت it ليه ليه ما قلتش أي ضمير تاني من الضمائر اللي احنا خدناها ليه ما قلتش I أو he أو she أو it ها مين يقول ليه علشان في ناس هتقول لي علشان شفت قلم رصاص وقلم رصاص غير عاقل فعشان كده حطيت ايت صح. وايه كمان وعلشان وات اصلا بسأل بيها عن الاشياء. طيب هو مين اللي في الضمائر اللي بستخدمها للاشياء ايت صح كده. بصوا كده معايا تعالوا نتعرف على ايت. ايت معناها هو او هي يعني للمذكر وللمؤنث. للقلم اقول it وللتيبل اقول it. طيب هو او هي لمين لغير العاقل يعني للاشياء صح او للحيوانات او للبيردس اي حاجه ملهاش عقل it. طيب هي الit it يبقى انا هنا لازم لما يجي لي السؤال بوات وات اجاوب عنه بit what is this هجاوب عنه بit وتعالي يا is. اشمعنى الis ليه علشان الit صاحبتها الis علشان الit صاحبتها الis لازم بعد it يجي معاها is لازم مع it يجي معاها is خلاص زي this كده يبقى it يجي معاها مين is وبعدين a او an وبعدين اسم الشيء. علشان كده لو انا جيت سألتكم هنا it is ولا are ابن ها على طول على طول هختار is علشان مع it ما ينفعش اي حاجة غير ال is مع it ما ينفعش اي حاجة غير ال is تمام. طيب تعالوا نشوف هنا ايه بصوا كده عايزة احللكو. طب بصوا معايا هنا هنا انا نسيت الايه بصوا كده حل السؤال ده it is a نقط bag ولا bags ها اختار ايه. طبعا bag ليه عشان a لازم بتيجي قبل اسم مفرد يعني هنا بصوا كده it is a لازم اسم الشيء ده يكون مفرد طالما حطيت ايه او ان ما ينفعش احط بعدها اسم جمع. طب لو انا عندي رقم 2 اهو 2 ده لازم حاجة ايه مفرد ولا جمع ها جمع two balls كرتين تمام. طيب بصوا يا ولاد هو كده احنا عرفنا الكلمات الكلمات اللي خدناها في درسنا النهاردة عرفناها وعرفنا الجرامر. اهم حاجة تعرفوا what is this بسأل بيها عن الاشياء وبجاوب عنها ب it is واسم الشيء. طيب انا عايزة اديكم الهومورك بقى يا الصفحة راحت مننا فين بصوا اهي الهومورك هيبقى اهو بيج 86 اهو الكلمات دي رايتنج كورنر هتكتبوها تحت بعضها كده وزي ما احنا اتفقنا هنعمل ايه بنكتب ازاي باج هنكتبها ازاي بي هنطقها وانا بكتبها بي اي جي هخلصها وارجع تاني بي اي جي محدش يكتب بي 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 اي 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 كده لا تمام. كمان في هنا color بصوا هنلون color the object لون الاشياء بصوا هتلونوا بقى كده دي وانتوا بتلونوها تقولولي وتكتبوا عليها اسمها يعني هنا دي ايه شنطة هتلونوها وتكتبوا تحتيها ها شاطرين bag هنا براية هتتلون وهتكتبوا ايه sharpener مقلمة pencil case قلم رصاص pencil تمام. وفي الكراسة الصغيرة صاحبتنا دي الواجب بتاعنا ايه في كراسة الـ interactive صغيرة هنلاقي في يونت 3
اهو بصوا كده، هنلاقي في صفحة 9 كلمة هنا مكتوب pencil case، هتدوروا على الصورة بتاعتها هتلزقوها هنا وهتكتبوها في المربعات دي، وانتوا بتكتبوها هتعدوا كام حرف، وهتكتبوا رولر، وهتكتبوا بن، وهتكتبوا شاربنر، كلمات النهاردة كتيرة، وبوك، تمام؟ هتدوروا عليها في انهي صفحة؟ في صفحة 35، تمام؟ ده واجب النهاردة، خلاص؟ أتمنى إن انتوا تكونوا فهمتوا الدرس، وإن شاء الله تحفظوا الكلمات.